وصلت إلى شواطئ مدينة لاس بالماس. المزيد في تقرير محمود الدلال. طلبت صباح يوم السبت 14 يناير الجارية المنظمة الكنارية إيكو، والتي هي حركة سياسية واجتماعية تدافع عن البيئة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، الحرس المدني الإسباني وسلطات المواني بمدينة لاس بالماس بتوقيف الباخرة كي باي المحملة بزيت السمك والقادمة من سواحل الصحراء الغربية. وصلت السبت إلى شواطئ لاس بالماس. وأكدت النائبة البرلمانية بالبرلمان الأوروبي عن مقاطعة كناريا السيدة فلورنت مارسيليس بأن الحكم الصادر عن محكمة النقد الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 واضح أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تقبل التطبيق على الصحراء الغربية، وليس من حق أي كان أن يمس من ثروات الشعب الصحراوي دون موافقة الشعب الصحراوي. وأضافت النائبة فلورنت مارسيليس أن الباخرة كي بي تحمل حمولة كبيرة من زيت السمك القادم من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، وعليه فإننا نطالب السلطات الإسبانية بمراقبة الباخرة والتأكد من الحمولة من مصدرها في حال التأكد من أن مصدرها الصحراء الغربية عليها حز الباخرة والحمولة، وسنبلغ اللجنة الأوروبية بما حدث ونطالب بالتعامل بصرامة في تنفيذ قرار محكمة النقد الأوروبية. ممثلة منظمة إيكو بجزر الكناري السيدة بيلار ألفارو من جهتها والحاضرة ميدانيا في الميناء أوضحت للصحافة بأنها وأمام خطورة الفعل طالبت الحرس المدني والسلطات المواني بالتوقيف الفوري للباخرة كي بي والتحقيق من حمولتها ومصدر الحمولة في حال التأكد بأن مصدرها الصحراء الغربية، وأن أيضا الشحن مقدمة من المغرب ليست من جبهة البوليساريو. فإننا نطالب بحجز الباخرة والشحنة لانتهاكها قرار محكمة العدل الأوروبية، مضيفة أنها وكمستشارة فهي ملزمة بفرض احترام القانون الأوروبي والتذكير بحق الشعب الصحراوي في تغيير المصير من حقه. نختم من المغرب، حيث وجهت منظمة هيومن رايت ووتش في تقريرها السنوي انتقادات حادة للمغرب بسبب عدم